وهذه عربة التلفريك طالعة. شوفوا يا جماعة الخير جمال المدينة العالية والموقع اللي احنا فيه. ضباب، تشوفون الضباب يا جماعة الخير. الناس هنا مستمتعة، كوفيهات ومطاعم، واحنا حجزنا جلستنا في المكان الجميل اللي انتم شايفين. ها بدي بيضي ايه تطور للصاير شي المذهل. تجيني قبل كم من سنة ما شاء الله تغيرت في سنة تطور، ها تطورات خلتي زي الصدمة، جات لي صدقة حسنية زي اللي يعني متفاجئ حسنية غير جاتك صدمة، ها جات لي زي الصدمة من صدم، ها ايه من صدم، ايه كلمة صدم يقول كل ما تشوف شيء قل الحمد لله والشكر، قل الحمد لله والشكر على نعمة هالوطن وقيادة هالوطن. اي والله صراحة يا مريضي انا مصدوم، مصدوم من الجمال، من شو يسمونها القزخسح والقيوم والفريت. ما كنا الذون نذو الفريت، مصدوم مصدوم. تعال بعد حكي لنا مصدومي، تعال ما اشتهي ما اشتهي انا ليش يا فني انت ما دخلت في عالم مجال تفهم وتكلم، ما عندك تطور. ندري والله يا جمال ويجي هنا والله ما يبي يمشي، طالع طبيعي كل شيء ما يبي يمشي طبيعي. شوف يوم شوف كم يمشي السحاب، شوف السحاب وعلي بعلي لا بنظره بعيد. خلنا نشوف ثاني تجرون شوف شو اللي موجود القيوم تحت الجبال. اي مصدوم بدويش ما مصدوم عندنا في الدير القيوم وين تطري لو تشيله بس بعدين يبي لك يا طجران شيب اول ما تجيب اللي اسمع انا اقول لك ما شاء الله جيني وشفني والله فهد بهالشيء جمال. ايه بالعكس والله جيد استمتعنا. ايه طالع شوف 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 والله انا بلاش تبالغ يا مريض والله بلاش تبالغ. ايه بدك تبدل اياه وتعطيني اياه؟ لا ترى حجم عائلة. شوف اخوك ذا لو باخذه اعطيك بداله خمس اخوان. ما شاء الله 20 طن. اخوك مو باخو ذا ما شاء الله. اخوك باص اخوان. اي والله باص. انا الحين مسوي شخصيه ان شاء الله. اي انا بس قاعد اشكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله. هذا اخوي ياخذ اخوي لوحه زي كذا. اي والله ما توفقت يا سامي الله يخلف عليك. انا لو طايح عفنا طجان الجمال في حضرتك الجمال جماله حضرتك الجمال قم الجمال كيف يبقى في طبيعه حيث الاشجار والنهار شكل مطول هذا. قمنا يا شباب قمنا 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 مشينا مشينا ابو معاذ مشينا تكلم لحالك تكلم لحالك تكلم لحالك يلا يلا تعالي الخمه تعالي تشلوني تعالي خلاص لا تدينا لا تدينا مجال السياحة عندي خبرة خلاص لا تدينا خلاص اسكت اسكت اهجد نبي نعيش جاو خلاص لا رحنا بعدين في السكن قل لي في خاطرك يلا اقعد 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 خش بالجغرافيا والتاريخ والاجتماعيات ما ابغى شيء ما جاوب هذا الدم ما بقى اعرف الطاق